وكنيني كذا مصحة أنفا وكنشكرو لابوراتوار ديال الدكتور حجاجي الله يجازيكم بخير طاب المركزي عرفنا انت في حالك شوية عبائي متجول كنشكر انتم الحمد لله على الوليد مزيان دابا الله يحفظكم الله يجازيكم بخير الجمعية ديال زيادة كنشكرو محسنين تاني تعاون معنا كنشكر الاطباء كاملين اللي تشاركوا في هذه العمليه دابا دار جوج عمليات دابا صافي فطره مزيانه والحمد لله الدراري لان في عام كنجري بهم في ديال الفطر عامين عامين تبقى كنجري ما بقاتوش شي واحد اللي يتعاون معكم والو الحمد لله تحت درنا واحد النداء من اللي شتك في الميديا لايف فهمتي مراكز التواصل الاجتماعي الحمد لله وكنا بعض المحسنين يتعاونوا معنا الحمد لله هذو الدول ديالهم يزيد أبو الصابون رئيس جمعية نهضة الزناتة للتنمية والتضامن بمنطقة المحمدية عين حرودة. كما كتشوفوا أن اليوم حاولنا باش ندعموا هذا الطفل جاد بالكاس اللي كينتمي من عائلة واحد العائلة معوزة بمنطقة عين حرودة. حاولنا باش ندخلوا كمتدخلين بعد المشاهدة ديالنا للفيديو اللي كانت الأم ديالو عطات واحد النداء في الموقع ديال ميديا لايف. حاولنا حنا كجمعية نهضة الزناتة للتنمية والتضامن لأن كنعرفوا العائلة ديالو دخلنا بمساهمة مجموعة من بعض المحسنين وكذلك كنشكروا المختبر المركزي بالمحمدية على رأسهم الدكتور محمد حجاجي. كنشكروا كذلك مصحة أنفا اللي تم تعاونوا معنا الأطر الطبية اللي شرفت على العملية ديال هذا الطفل. الحمد لله العملية تكلت بواحد النجاح الحمد لله ممتاز وحنا جد فرحين بالفرحة ديال العائلة ديالو الأم والأب ديالو لأنهم سنتين وهما كيحاولوا باش يقوموا بهذه العملية الجراحية لهذا الطفل. حاولوا دائما كيلتجؤوا للمركز الاستشفائي ابن رشد او ما يعرف بميريزغو. ما لقاوش واحد الاذان صاغيه لان حتى واحد ما سمع لهم لان واخا كيتوفروا على بطاقه الرميد هنا كنحاولوا ندخلوا ان بطاقه الرميد تعطات للناس المحتاجين باش يقوموا بالعمليات الجراحيه باش يستافدوا من الصحه ديالهم او من الدعم الصحي لان صاحب الجلاله اعطى اولويه كبيره للمجال الصحي خاصه لفائده الفئات المعوزه هنا لان الراميد كيلقاو لنا الصعوبه في الرامي. هناك مجتمع مدني كنحاولوا باش ندخلوا ونوجهوا رساله للوزير الصحه باش دائما يتعاونوا مع هذه العائله المعوزه اللي كتوفر على بطاقه الراميد. حاولنا باش ندخلوا في هذا مع الطفل والحمد لله لقينا واحد النداء عند بعض المحسنين اللي ساهموا معنا وحنا جد فرحانين بان حنا فرحانين للطفل لان الطفل هو اللي كانت المعنويه ديالو مسكين كانت ضعيفه المعنويه ديالو الحمد لله دابا تولي المعنويه ديالو مرتفعه خاصة إن شاء الله يكون عنده واحد الدعم في الدراسة ديالو السنة المقبلة لأنه مشى فرحان والعائلة ديالو مشات فرحانين وهذا هو المبتغى ديالنا ديال الجمعية.